السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة، أتمنى الجميع يكون بخير وما حد يشكى من باس يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين، واحفظ دولة الإمارات وسائر بلاد المسلمين من شر الأمراض والأوبئة ومن شر كورونا يا رب العالمين. فالله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين. والحمد لله أنا بخير، أشكر كل من تواصل معاي ويتصل ويسأل على القطاعة أو الانقطاع أو الاختفاء. مش اختفاء، مثل ما تشوفون إن نحن في الدولة قاعدين نتبع التوجيهات والإرشادات اللي قاعدة توجهنا لها الدولة، وأهم شيء ملتزمون يا وطن. أهم شيء حبيت أشارككم اليوم بجانب قاعد أشتغل عليه من كذا يوم، وهو المحافظة على هذه القطعة. هذا عبارة عن باب عمره أكثر عن 70 سنة، وتم إهداء لي من قبل أحد الشواب. تم إهدائي هذه القطعة من أحد الشواب اللي الله يعطيهم الصحة والعافية. وهذا الباب كان باب لبيت أجداده، ومثل ما خبرت عمره أكثر عن 70 سنة. واللي قاعدة أسويه إني قاعدة أسوي له إعادة ترميم وصيانة الباب. وأنا سويت مقطع إن شاء الله أحاول أني أنزله هاليومين، راح أخبركم أنا شو سويت بالضبط للمحافظة على هالباب. طبعا اتبعت الخطوات اللي سووها الأولين، ما سويت الإجراءات اللي سووها الحين والأشياء الحديثة المتطورة، لا سويت الأشياء القديمة واللي أتوقع البعض ما يعرف عنها. فأنا بعطيكم على السريع، وأتمنى عقب ما أنا أنزل التقرير عن هذا الباب تستفيدوا من المعلومات اللي بذكرها في المقطع إن شاء الله. المهم هذا الباب ها عمره أكثر عن 70 سنة، وأنا أعني كلمة 70، أزيد عن 70، أنا ما قلت 70 أنا قلت أزيد عن 70 سنة. شوفوا معاي الباب بتفاصيله، وبمساميره، بقبضة إيده، المزلاي كان يدخل هنا ويطلع. شوف النقش والزخرفة اللي مسوية، شوفوا المسامير الأولية. طبعا شو اللي سويته أنا الحين بخبركم خطوة بخطوة. الحين أنا اللي أبي أسويه أني أحافظ على هذا الباب من التآكل، من الرمة، من الحشرات، من العوامل المحيطة، من الرطوبة، الملوحة، العوامل البيئية المحيطة، الغبار، الهواء، مختلف العوامل، درجات الحرارة المتقلبة، الارتفاع والانخفاض ترى يأثر على الخشب. وأكثر شيء مأثر فيه هو الرمة، لو تلاحظوا الرمة ناخرة النو، شوفوها. المرحلة الثانية كانت عبارة عن دهن الباب بمادة الصل، والصل هو عبارة عن الزيت المستخرج من كبد القروش، وكذلك في صل آخر يستخرج من العومة. لكن أنا اللي خشب، اللي ما يعرف شيء عن الرمة، الرمة هي الحشرة اللي تأكل الخشب، فرشيتها كامل وخليتها تنشف. عقب انتقلت للمرحلة الثانية، أنا سويتها على مراحل وخطوات. خلصت المرحلة الأولى شيء خشب، هذا طبعا معروفة عند الأولين، وبيب لكم اسم النبتة بالضبط فيما بعد، لكن هم يستخدموا معروفة بنبتة الرمة لأنها هي تقضي على الرمة. الرمة طبعا هي الحشرة اللي تاكل عشبة جبلية، كانوا الأولين يستخدموها لرش الخشب الأبواب في بيوتهم من الرمة. هي عبارة عن نبتة فيها زهور، يستخلص منها هذه المادة العطرية وترش بها. بعد الحين أنا وصلت للمرحلة الأخيرة، الخطوات اللي سويتها قبل الباب ما كان بهذا الشكل ولا بهذا اللون. اللي سويته أول شيء نظفت الباب من الغبار ومن الأتربة، ثاني شيء رشيته بعشبة الرمة، استخدمته اللي كان مستخلص من كبد القروش. طبعا الحين ما موجود بسهولة، أنا طالبت إن من الناس الله يجزاهم خير يا بولية من رؤوس ليبال هناك صوب كمزار، الله يجزاهم خير يا بولية كمية، ودهنت فيها الخشب هذه. طبعا خليتها مدة 3 أيام بالشمس، مثل ما شايفين الوضعية، من 3 أيام في الشمس عساس ينشف الزيت والخشب يمتصه، وبنفس الوقت أتخلص من الريحة. مثل ما قلت لكم من كبد القروش أكيد ريحته زفرة وسمك خايس وريحة سم. فبعد 3 أيام الحين جيت للخطوة الأخيرة. الخطوة الأخيرة اللي بسويها هي إن قلنا إن عمره 2 سنة راح يكمل عندنا
ست أو سبع سنوات على هالطريقة، ولازم الاستمرارية في المحافظة على الخشب. وطبعا الصل كان يستخدم لللنشات عند أهل البحر. اللي يسألني عن السنة، نحافظ على الخشب نفسه فترة طويلة، يعني عملية تشحيم تزييد للخشب أساس تكون في طبقة واقية وحامية هذا الخشب. وتأكدوا أن العمر الافتراضي لو مثلا بدهنها بالآيل المحروق، الآيل المحروق شو القصد منه؟ الآيل المستخدم، كان آيل مكاين، آيل جنريتر، المهم أنه مستخدم، الآيل يكون مستخدم وندهن فيه الخشب على أساس هي أني بدهنها بالآيل المحروق. طبعا الصل يكفي وزيادة، لكن زيادة الخير خيرين، أنا بحافظ على هذا الباب أكثر بعساس كذا. بعد ما خلصت من تشبيعه من الصل، وهي المادة الزيتية المستخرجة من كبد القرون، وفي كذا تقرير موجود في حسابنا عن الصل، بإمكانكم التعرف أكثر على المعلومات بتفاصيل أكثر. ومثل ما ذكرت أنه أهل البحر، أصحاب المحامل، اللنشات، المحامل الخشبية، أي مراكب خشبية، كانوا أول في قديم الزمان الصل عنصر أساسي للمحافظة على الخشب اللي عندهم، فكانوا يدهنوا اللنشات، المحامل بالصل، فهذه طريقة كانوا يستخدموها للمحافظة على الخشب. وكذلك يدهنوا فيها الأبواب، بيوت البيوت القديمة، مثلا باب القفل، البيوت الخشبية، الخشب السايل، الأشياء القديمة الخشبية. فهذه الطريقة أو الصل اللي كانوا يستخدموه الأوليين، هذا معروف. أنت سألوا شوابكم شو يعني الصل، بخبروكم وكيف يعالجوا الرمة بالعشبة الجبلية اللي خبرتكم عنها إن شاء الله. الحين ننتقل للمرحلة الثالثة. عاد الحين الخطوة الأخيرة أني بدهنة بالآيل المحروق المستخدم. بدلت آيل السيارة وجبت الآيل، خليت العامل يسويها لي بالعلبة. الحين بدهنة، بإمكان كيف صار لونه، أتوقع شفتوا قبل الآيل. بعد أني ما كملت، السيارة آيل جنريتر، المهم انه يكون مستخدم. ونحاول نسوي طبقة متينة، هذا انا قاعدة ادهن، ما صورت لكم من فوق طبعا، دهنته بالكامل من الامام، قاعدة ادهن كمل. طبعا هذا هو الآيل المحروق، اي الآيل المستخدم، أكان آيل بفرشاة أو بقطنرة أو بسفنجة. هذا بابنا، قولوا ما شاء الله، اذكروا الله. عاد الحين وهذا شكل الباب بعد ما دهناه بالآيل المحروق أو الآيل المستخدم. طبعا هذه ثالث خطوة أسويها، أول شيء سويت العشبة، عشبة الرمة، عقب سويت الصل، الحين سويت هذا الباب. صار لي الحين اسبوع اشتغل عليه، اول يوم كانت العشبة، عشبة الرمة، ثاني يومين كان الصل، واليوم بعد منخليها يومين حق الآيل، فيعني اسبوع كامل بس عزبتنا نحافظ. هذا بابنا بعد ما دهناه بالآيل، صار يلق، صار كأنه جديد. والمقابض هنا كان المزلاق، شايفين المسامير، مسامير اول، شوف الزخرفة اللي تحت. الآيل شايفين كيف تغير لونه حتى
عاد الحين بنخليه يومين تحت الشمس على اساس ينشف والآيل يتغلغل في الخشب والخشب يمتصه. يعني هذا كل الاشياء اللي قاعدين نسويها نحن للمحافظة على الخشب ونعطيه عمر اطول. مثل ما تعرفون الخشب من الاشياء اللي مع الزمن تتآكل وتنتهي، يعني لها عمر معين، لكن بهالخطوات انه يتم تشحيمها. يعني نسوي طبقة دهنية اكان زيت الصل او زيت الآيل نفسه، وبنفس الوقت يعني الصل هو زيت لكن ريحته فتاكة، فاتوقع هذا بعد يقضي على الحشرات. عندكم العشبة وعندكم اشياء كثيرة بعد، اتوقع الجريز بعد كانوا في منهم يستخدموا الشيء المتاح. المهم ان انتم يعني العملية اللي فهمتها، انا اللي فهمتها حسب عقليتي على هذا الباب. شفتوا كيف الاولين كانت عندهم طرق كثيرة، على فكرة هذه قطرة من البحر انا سويت، يعني عندهم امور اكثر ونتمنى نحن نتعلمها ونطبقها ونجربها. فيعني عندكم الصل، عندكم الآيل، كلنا في مركب واحد، فخلونا كلنا نتكاتف نكون على ايد بعض ونحافظ على سلامتنا وسلامة بلادنا. احمي نفسك بنفسك، ومثل ما تشوف الدولة قاعدة تناشد وتصيح، راح تشوفوها اللي ما شافها اليوم بيشوفها بالفيديو ان شاء الله. فملتزمونا يا وطن يا جماعة، ما يحتاج نوصيكم، هلا هلا ببلادنا، هلا هلا بأمكم ووطنكم، اتبعوا التعليمات والإرشادات. 40 سنة أكثر، فهذه الطرق اللي اتبعتها، طبعا هذه كلها خذيتها من شوابنا الله يعطيهم الصحة والعافية، وطبقتها أنا في الميدان وقدامكم. وإن شاء الله بنزل لكم تقرير عن اللي سويته، الصل والعرق نحن نحافظ عليها عمر أطول، مدة أطول. يعني اللي بيعيش عندكم 10 سنوات راح يعيش عندكم 20 سنة، ولو استمرينا على هذه الخطوات طول السنوات هذه، كل سنة لو سوينا نحن نفس العملية راح نحافظ على 30-40. نحاول نشبع، كل ما كثرنا كل ما كان لصالح الخشب. في الدولة ودي احترم اشياء كثيره، فيعني من الادب اني ما اصور، وما هذا احتراما لخصوصيه بلادنا، خصوصيتنا، والتزاما بوطننا. احفظكم يا رب العالمين، واتمنى استفدتوا من تغطيه اليوم، مع اني ما كان ودي اصور، لكن حرام وايدين يقولوا رحاب اختفيتي وغبتي، ما اني اختفيت، لكن ودي احترم اللي قاعد يصير وتعيد. فحافظوا على سلامتكم وسلامه احبائكم، كن حامي لنفسك، حامي لأحبائك، حامي لوطن. واللي طلبته منكم الدولة هي انكم تلتزموا في بيوتكم، فالله يحفظنا.